بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك عزيزي. زي ما طلعنا اتكلمنا عن انتقادات جمال بالماضي لمعسكر منتخب الجزائر في سيدي موسى بنفس التيشيرت، لازم برضه نطلع نتكلم على ان جمال بالماضي شكر المسؤولين في الجزائر على المعسكر بتاع قسنطينه. برضه لازم زي ما اتكلمنا في حاجه سلبيه نطلع نتكلم في حاجه حصلت فعلا بالماضي، ينتقد المسؤولين على سوء ارضيه ملعب سيدي موسى او ملاعب سيدي موسى وشكرهم على ملاعب الجيده بقسنطينه. حاجه كويسه انك تحاول تبين للناس ان انا ما عنديش مشكله، انا مش جاي اتكلم في سلبيات بس، انا ما عنديش ازمه مع وجود ايجابيات. انت انتقدت الملاعب السيئه في سيدي موسى وانتقدت وضعيه الملاعب السيئه في سيدي موسى، وطلعت لما لقيت ملاعب كويسه في قسنطينه طلعت اتكلمت على حوار الملاعب الجيده، فدي حاجه برضو تحترم بالنسبه لجمال بالماضي ان الراجل طلع اتكلم على ان انا زي ما شفت ان المسؤولين لازم يتسالوا على سوء الارضيه بتاع الملاعب، برضو لازم في نفس الوقت اشكر المسؤولين على ان هم جابوا لي ملاعب كويسه في قسنطينه. الراجل لما قال التصريح بتاعه ان ما فيش ملاعب جاهزه لاستضافه معسكر منتخب الجزائر كان بيتكلم بصفه محدده على ملاعب قسنطينه، ما كانش بيتكلم بصفه محدده على ملاعب الجزائر كلها. برضو دي شهاده حق لازم ان انت تطلع تقولها، كان لازم ان الواحد يطلع يقول الخبر ده. زي ما توردت ونقلت خبر ما كمل برضو نفس الخبر لحد ما تروح في النهايه، ودي وجهه نظر مهما اختلفت مع الناس. على فكره الفيديو ده مش هتعمل لايك او سبسكرايب، لا انا عشان خاطر اتكلمت في بدايه قصه فلازم اتكلم في النهايه بتاعتها اكتر ولا